مساء الخير أعزائنا المشاهدين، اللقاء يتجدد من خلال برنامجنا العربي بيت للكل، ونحن نتواجد في أردن النشامة. حقيقة اليوم الحلقة مهمة جدا. قبل ما نتعرف على عنوانها خلي أرحب بزميلاتي الجميلات شافكي ولانا. مساء الخير. أهلا يا أحمد. أنتم منورين لو إحنا منورين. ولانا وحشتينا. أهلا وسهلا شافكي، وأهلا وسهلا فيك يا أحمد. فمش عارف مين يرحب في الثاني، فأنتم صاحب البيت ونحن الضيوف. أهلا وسهلا فيكم في الأردن، إحنا مستنيينكم من زمان. شكرا لك. أهلا وسهلا. اليوم حلقتنا حلقة مهمة جدا، خاصة بالنسبة لنا كإعلاميين وللمؤسسات الرسمية الإعلامية العربية، كان على صعيد التلفزيون العراقي وأيضا التلفزيون المصري والتلفزيون الأردني. اليوم الحلقة تخص الإعلام والاتصال الرقمي في ظل التحديات الحاصلة من رقمنة الأشياء ومواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وكل هذه الأمور التي سوف تكون لها محور مهم في حلقتنا لهذا اليوم، راح نتناقش بأدق التفاصيل مع ضيوفنا بها. صحيح يا أحمد، وأيضا مشاهدينا، حلقتنا لليوم يمكن بتلامس كل واحد فينا كإعلاميين. الإعلام الآن ما عاد الإعلام العادي اللي إحنا ابتدأنا منه، وكانت البدايات الإعلام الورقي ونبحث عن المعلومة وندور عن المعلومة بين طيات الكتب والصحف وما إلى ذلك. الآن الإعلام أمام تحدي، وهو في نفس الوقت فرصة، وهو الإعلام الرقمي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن في حلقتنا لهذا اليوم، هل نحن مستعدون فعلا لهذه المرحلة المفتوحة أمام العالم أجمع؟ الإعلام الرقمي هو فرصة، لكن بنفس الوقت هنالك تحديات كثيرة، وهنالك مخاطر، وهنالك مخاوف نواجهه جميعا كإعلاميين أمام ما يسمى بين قوسين الأخلاق وفيما يتعلق بالقيم في مهنة الإعلام الرقمي. تمام يا لانا، زي ما قلتي وتمام زي ما قلت الأحمد. أما يعني أنا أرى بأن الإعلام لم يفاجأ، لأنه من يتابع الإعلام أو من يمتهن مهنة الإعلام عليه دائما أن يتابع ما يجري طول الوقت في الساحة الإعلامية، والساحة الإعلامية تتطور منذ سنوات كثيرة. العالم الآن أصبح قرية واحدة بعد التكنولوجيا والمجال الانترنت المفتوح. نحن نتابع كل الموضوعات، حضراتكم تتابعون خبر موجود في الأردن وآخر يرسل من القاهرة والثالث يكتب في العراق، وتشاهدون ما يحدث في غزة، كل هذا على تواصل الإعلام الموجود، ومعه أيضا تواصل حضراتكم. أصبح المشاهد الآن هو مشاهد أيضا يمارس الإعلام من خلال منصات مختلفة. أصبح هناك مؤثرين ومدونين وأيضا يعني منصات كثيرة يتعامل فيها الإعلام، ولكن سيظل الإعلام قوي إذا كان يدرس ويعرف ويتابع ويطور من نفسه. وهو أيضا الإعلام القوي هو الذي يرشد مشاهديه في كل مكان. إذا جاء الذكاء الاصطناعي مثلا وقدم لك معلومات أو قدم لك أشياء مغلوطة، فلن تجد إلا الإعلام الذي يصحح لك كل ما هو مغلوط ويدافع عنه وينقل لك الحقيقة دائما. هي حلقة مليئة بالمعلومات اليوم من بيت للكل مع منتدى الإعلام الرقمي في الأردن. حقيقة شافكي اللي تحدثت به، اليوم نتحدث على هامش منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، كل هذه ما يجول في خواطرنا وأذهاننا وحرصنا على تقديم مادة إعلامية حقيقية رصينة. سوف نشاهد من خلال هذا الملتقى حقيقة عدد من الضيوف العرب في كل البلدان العربية تقدم النتاجات المهمة للإعلامي، بالإضافة إلى الحلول للمشكلات التي يعاني منها الإعلام العربي. ونجد بأن يجب على الإعلام العربي أن يستمر في تقديم المادة الإعلامية الحقيقية الرصينة التي تحتوي على أخلاقيات المهنة الإعلامية التي اعتدنا عليها ودرسنا عليها. لكن نحتاج إلى بعض أمور، لسنا ضد التكنولوجيا أو التطور، لكن تكون بهدف تقديم مادة إعلامية تليق بالمشاهد والمتلقي العربي أينما كان. نعم يا أحمد، واسمحوا أيضا إلنا مشاهدينا بأنه ننوه بأنه هذا المنتدى، منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، هو بإشراف ودعم من الحكومة الأردنية. خبرات واسعة جدا فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، لذلك اسمحوا لنا أن نشاهد هذا التقرير، جلسة المناقشات أيضا ضمن هذا المنتدى وما يحوي هذا المنتدى من جلسات.